ككل يوم أربعاء تلتحق بنا سعاد بن صافي حتى تقدم لنا دائما فقرة الأم والطفل، تهتم بكل المواضيع اللي تهم حياة الطفل والأم، واليوم اختارت لنا موضوع نكتشفوه مع بعض مع سعاد. صباح الخير سعاد. صباح الخير سارة، وصباح الخير لكل المشاهدين. طبعا حتى نتكلموا على بعض النصائح، حاضرة معنا المختصة في علم النفس حتى تكلمنا وتعطينا بعض الإرشادات حتى نجنبوا قلق الأم على انفصال ابنها في هذه الفترة. صباح الخير هدى. صباح النور عليك وعلى المشاهدين الكرام، على الطاقم. تحية يعني لاختيار هذا الموضوع لأنه موضوع حساس ومهم جدا جدا. قلق الانفصال الذي تعانيه الأم التي تنوي أن تضع ابنها في الحضانة وتكون يعني ويكون عندها عمل أو انشغالات خارج المنزل. إذا قبل ما ندخل في تفاصيل، حابة نقول أنه هذا الطفل هو هدية ربانية، هو أمانة غالية جدا، وهو مسؤولية يعني كما نقول نوعا ما السهل الممتنع. يبان على أنه سهل التعامل معه بحيث أنه طفل صغير ومازال ما يهدر ما يعرفش إلى غير ذلك، ولكن في الحقيقة من 0 إلى 5 سنوات هي أهم مرحلة في نمو واستقرار هذا الطفل وشخصيته. حقيقة هذا واش قلتي، ولكن الأمهات اللي راهم يشاهدوا فينا قلقهم الكبير كيفاش راح ننفصل على وليدي، ولا كيفاش راح نخليه عند الوالدة ولا عند أفراد العائلة كما قلنا، ولا نديه للحضانة. هنا أولا كيفاش تقنع نفسها، ثم كيفاش راح تفارق وليدها بالضبط. إذا القلق تاع الأم ينطلق من أنه هذه المرحلة هي مرحلة حساسة وهشة ومهمة كما قلنا. قلق الأم أحيانا يرتبط أيضا بقلقها من دورها الأمومي، من أنها راح يعني تنفصل عن هذا عن هذا الدور الأمومي، وراح تبعد على هذا الطفل اللي دارت معه ارتباط عاطفي كبير، فتعيش واحد الحالة تاع توتر، كيفاش راح نسمح في وليدي، يجو عندها نوع من الوساوس والشكوك، شكون راح يقوم به، كيفاش راح يقوموا به، راح يقوموا به كما أنا، واش راح يصالوا، كيف راح يجوز الوقت، يعني تقعد الأم تطلع وتحبط في هذه التفاصيل، هذا اللي يزيد القلق. حتى هدى في بعض الامهات مرضعات، يعني في اطفال اللي راها في فتره الرضاعه راح تخليه في الحضانه ولا عند الجده، فهما كيفاش راح تتعامل مع الحاله. بالضبط. اذا اولا السن الذي تترك فيه الام هذا الطفل في الحضانه ولا عند شخص من العائله ولا لازم يحدد بدقه. وش هو السن؟ هو السن المعمول به واللي يكون فيه نوع من الامان هو بعد 3 سنوات. قبل 3 سنوات يعني هناك العديد من المحاذير والعديد من الامور على الام ان تركز عليها باش تقدر تحط ابنها في الخطوه هذه تاع الحضانه وتكون لداخل مطمئنه، والابن تاعها ياخذ التربيه اللازمه والامور اللازمه لنمو شخصيته بطريقه متوازنه. اذا احنا نحبذوا لو انه يكون واحد من الاهل، يعني احنا نعرفوا باللي العائلات الجزائريه ما شاء الله اغلب الاسر تكون مرتبطه بالاسره الكبيره، موجوده الجده العمه الخاله، يعني يكونوا الاقرباء قراب من مكان اليوم العائله النوويه. بعدت شويه الاسره على يعني اختلفت على زمان، فاليوم كاين تغيرات اكيد، لكن مازال المجتمع نوعا ما محافظ على هذا الرسم. ولكن هذا النقطه الاولى، ان نحبذوا انه الام تاخذ ابنها لواحد من العائله راح يكون احسن، خاصه السنتين الاولى من النمو تاعو، من جانب انه تراعي امور صحيه، لانه احنا نعرفوا بلي الام العامله ممكن تخرج بكري ترجع متاخره، ممكن تغيب في وقت الغداء. اذا هذه الامور الطفل صحيا يكون هش، المناعه تاعو مازال ما راهيش قويه، فلما تخرجوا في الاوقات تاع الشتاء في الاوقات تاع الصيف التغير المناخي، اذا كانت عنده حساسيه نوعا ما لامور معينه فيكون متعرض لامراض متعدده، فمن الاحسن انه يكون في اطار نفس العائله حتى نتفاداو هذه الامور. لكن اذا هذا الامر ما كانش موجود فطبعا راح توجه الحضانه، توجه اما الحضانه او كاين امر اخر معمول به هو النوغيس، يعني شخص مامون تعرفوا الام في العماره اللي تسكن فيها او في الحي يكون متخصص في هذا العمل، فتدي الابن تاعها ليه يعتنوا به، او كاين ايضا حضانات اللي يستقبلوا العديد من الاطفال. راح نتكلموا على فيما بعد، نتكلموا على كيفاش نختاروا الحضانه وين لازم ندوا ولدنا، ولكن الام راهي متقلقه على الانفصال، وش التاثيرات اللي راح تكون على الابن؟ اولا كاين تاثيرات على الام لانه راح تعيش ايامها متوتره، وخاصه اذا كانت هناك رضاعه، فراح يكون عندها نوعا ما تعب
كاين ما يسمى بليزور دالاتمون، ساعات الرضاعه اللي تعطيها للطفل راح يكون عندها نوعا ما صعوبه في التنسيق في الامر، بالاضافه الى انه هذاك القلق اللي تعيشه لداخل، وايضا راح يكون انعكاسات على الابن. احنا قبل ما نلحقوا لهذه المرحله المفروض انه الام تحضر نفسها قبل ما توصل لهذا القرار. إذا كانت تعرف روحها بلي هي مرأة عاملة عندها مدة معينة ترجع للعمل، تدير حسابها من الأول كاين طرق في التعامل مع الرضيع حتى نوجدوه لهذه المرحلة تاع الانفصال. نقدروا نعطوا لها بعض الطرق؟ أكيد أكيد. أول شيء والأهم شيء هو طريقة الرضاعة للطفل، ما تخليش الطفل غير يبكي تروح ترضعه، لأنه هذا كنا حكينا عليها مرات سابقة راح يعلمه عدم تأجيل الرغبة، فيصبح بمجرد أنه يبكي يحوس على الأم تكون موجودة. فإذا كانت غايبة الأم مشغولة داخل المنزل عندها أمور تلهى بها، المفروض أنها تقعد على تواصل سمعي معه بحيث أنها تطمنه بحضورها بوجودها، فهو يعتاد على الصبر ومن بعد تروح وترضعه، لكن ما تخليش حتى يبكي البكاء الشديد جدا. هذا عنصر هام جدا. العنصر الثاني أنه ما تولفوش رفود كما نقولوا في المجتمع تاعنا، بمعنى مش راهو قاعد اللي جاي يرفدوا ويدور به ويحكوا معاه، يتعود على راح يتعود الطفل انه كاين اهتمام فيولي ما يصبرش ما يقدرش يقعد في مكان. الام راح تاخذ الحضانه هذه ما راحش يقعدوا رافدين طيله اليوم، اذا من باب الاحتياط انها حتى هي باش ما تتعبش في المنزل تتعامل معه بهالطريقه. امر اخر هو انها تولفوا الرضاعه إذا فيه إمكانية وتقبلها، حتى نوعا ما يتقبل نوعا ما الانفصال عنها عن صدر الأم، فتولف الرضاعة كبداية. تقدر تستعمل الآن كاين تقنيات تسمى بتخزين حليب الأم، بمعنى أنها تخزنه في الثلاجة، وكاين طرق ممكن الأم تدخل جوجل وتبحث عنها وتستعملها، تقدر تاخذها معها الحضانة وتخليها لهم. كاين طريقة أخرى أنها الأم ممكن تاخذ شيء من ملابسها وتعطيه لهذا الإنسان اللي راح تحضن الطفل، فلما يشتاق لها ولما يزيد البكاء تاعو تحط له هذيك الملابس، بحيث انه الطفل لما يشم ريحه الام راح يهدأ نوعا ما. اكيد سمعي الام مهم جدا مهم جدا هذا النقاط. اما بالنسبه يعني اذا قامت الام بهذه الطرق، كاين عنصر اخر، هذا الطفل لما يكون رضيع، لكن لما يبدا يتقدم في السن سنه سنتين راه يعني بدا يمشي بدا يفهم بدا يعرف هنا هو ضربه، ما راح يدخلوا له النظام الغذائي، فما راحش يكون محتاج للحليب اكثر. أكيد. بالإضافة للنظام الغذائي لازم يدخلوا له العلاقات الاجتماعية، لأنه الطفل إذا ولفناه فقط الأم والأب وداخل الأسرة ولهين فقط به، هنا نحكوا على ما يسمى بالتعلق. كاين أطفال يديروا علاقة شديدة بالأم لدرجة أنه لما الأم تغير غرفة ما يرتاحش، يبدأ يبكي، يحب توجور لاصق فيها معاها وين ما تروح، يعني في كل مناطق المنزل لازم يكون معاها. تلقاي حتى بعض الأطفال ما يتقبلوش غرباء، يعني لما يجي غريب تزيد الحالة النفسية تاعو ويولي فيه بكاء وانفعالات شديدة. إذا من الأحسن هنا الأم إذا كانت عارفة نفسها راح تقدم على خطوة تاع الحضانة، تبدأ الطفل تاعها تخرجوا معها، تبدأ تعرض ناس، تستقبل ضيوف، تولف الطفل أنه يكون في أيدي ناس آخرين ويكون بحضور الأولياء، بحيث أنه يحس كاين أمان بوجود هذوك الأولياء، وأمام تو راهو يتفاعل مع الناس الآخرين، فلما تاخذوا الحضانة راح تجيه بسهولة يتكيف مع هاد الأشخاص، لأنه موالف المحيط تاعو ما كانش غير الأم والأب، هذا من ناحية. من ناحية أخرى لما الأم تولف الإبن تاعها باللي كاين نوع من الحوار لازم نجروه مع الاطفال تاعنا، حتى ولو عمره سنه ولا سنتين راهو في غرفه اخرى، لازم نطمنه تقول له بلي وليدي راني رايحه من ندير هذه ونجي لك، راني رحت يعني هو صغير تتكلم معاه، فهنا الطفل راه يفهم الام. اكيد. على فكره ملاحظه، السمع تاع الطفل يبدا هو في 4 أشهر كجنين داخل بطن امه، يعني من 4 أشهر هو راهو يخزن في كاع المعلومات اللي موجوده في المحيط. الكم تاع المعلومات والفهم موجود، لكن القدره على الكلام متعلقه بالنمو الجسدي، فما راحش يهضر الا لما يكونوا الاعضاء تاعو واجدين هذاك الامر، بمعنى انه لما راح تحكي معاه راح يفهمك، يعني ما تقولوش انه طفل وما يفهمش هو. فمليح انه الام تعطي له هالتطمينات باللي وليدي انا رايحه هنا ونجي، مثلا تخليه عند احد من افراد العائله وتقول له انا رايحه نفري شغل ونجي، تقولها له. هنا الطفل واش يدير؟ رابط انه الام تاعي حتى ولو ما كاشها راح تولي، لانه هنا كاين طفل يعيش واحد القلق يسموه قلق الانفصال، هو قلق خطير جدا. يعطيك قلق الانفصال. مازال عندنا وقت. نتكلموا على قلق الانفصال هدى، بما انه تكلمتي على قلق الانفصال فاحنا شاركنا الموضوع عبر صفحات البرنامج، شوفوا بعض التعليق ونعاودوا نوليو.
كانت هذه هي بعض التعليقات اللي شاركونا في صفحة البرنامج، وكنا تكلمنا قبل قليل على قلق الانفصال، فكيفاش تتعامل الأم مع قلق الانفصال بوضع وليدها في الحضانة ولا عند أفراد العائلة هدى؟ إذا هو قلق الانفصال هذا يعيش الطفل بدرجة كبيرة أكثر من الأم، لأنه يعيش داخليا أنه الوالدين راح يتخلاو عليه، ما كاشهم راحوا خلوني. إذا ندعو الأولياء أنه توجور يولفوا وليدهم باللي راني رايحة في شغل ونجي، يعطوها التطمينات حتى لما تاخذوا الحضانة تحكي معاه، قال وليدي أنا راحة ساعة ساعتين ثلاث سوايع ونولي. ولما تولي الأم عليها أن تستقبل ابنها بطريقة يعني جد حماسية وفيها الكثير من الحنان والحب. أمر آخر أنه ندعو الأمهات، لأنه فترة الحضانة فترة حساسة جدا، ندعوهم أنهم يختاروا الحضانة برعاية، يختاروا الشخص اللي حيتعاملوا معه برعاية شديدة، وأنهم يكونوا حاضرين بعد فترة الحضانة، لأنه العبرة هي الكيف اللي تستثمروا الأم مع الطفل. راح نخصصوا فقرة لهذا الموضوع جميل. عبر اختيار الحضانة. نشكرك على كل هذه التوضيحات اللي الأم، وإن شاء الله تكون استفدت معنا في هذه الفقرة، فقرة أنت وطفلك في نهار اليوم، وكيفاش تتعامل مع قلق الانفصال مع وليدها. عودة لك سارة وباقي فقرات صباح الشروق. يعطيك صحة سعاد بن صافي.